ماكينة تعبئة سوائل لزجة مثل الصابون السائل، الشامبو، الكريمات، الكاتشب، الطحينة، السمنة. إنتاجية الماكينة 1700 عبوة في الساعة. إمكانية التعبئة من 250 إلى 1000 ميلي. ماكينة فويل سيلينج. سمارت باك لصناعة ماكينات التعبئة والتغليف وخطوط الإنتاج. سنكون سعداء جداً بتقديم كل المساعدات الممكنة لكم في مجال ماكينات التعبئة والتغليف وخطوط الإنتاج. ماكينة فويل سيلينج. جميع المحركات في الماكينة من شركة يلمز التركية، جميع القطع الكهربائية من شركة شنايدر الفرنسية، صناعة سورية في مصر. العنوان: مصر القاهرة، مدينة العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية الثالثة، الروبيكي. الويب سايت: www.smartbag-ag.com. سمارت باك لصناعة ماكينات التعبئة والتغليف وخطوط الإنتاج.